الشبه 40. مثل تجاوزه الشاب حسين علي بدرجة الشبه الكبيرة بينه وبين اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، حتى يكاد الناظر للوهلة الأولى لا يفرق بينه وبين نجم ليفربول. حسين لاعب لرديف نادي الزوراء. اكتشفوا جماعة ربعة بالمنطقة اللي هو بالنادي اكتشفوا اكتشفوا او اكتشاف ما تكون صارت بكربلاء شهرة واسعة نالها حسين الذي يسكن في منطقة الحرية شمالي بغداد، فآلاف الشباب والأطفال يتجمهرون حوله يوميا ويقصدونه. موفقين إن شاء الله.